نور الدين، مرحبا بك في المشهد التونسي. انت شاب عمرك 33 عام، وقلت لي من حي التضامن ويعيشك. قبيله نحكيه على موضوع السياسه في البلاد بعد الثوره والانتخابات وكذا. توسوي ما يسأل الناس كنت تطرح فيها، علاش اليوم برشا الاغلبيه معناها من التوانسه ما مشاوش قايدوا في الانتخابات؟ انت كشاب من حي التضامن، علاش حسب رايك؟ والله حسب رايي انا نحب نوصل للسياسيين هذوما اللي قاعدين يلعبوا بينا، لان احنا قمنا بالثوره. ايوه. خاطر معناتها على برشا حوايج باش نحسنوا من وضعيتنا في تونس. ايوه. هما قاعدين يلعبوا بينا، نحب نوصلوا لهم اللي احنا مانيش راضيين عليهم، الشيء اللي قوموا به رانا مانيش راضيين عليهم. فهمتك، شنو اللي ما كنتش راضيين عليه معناها بالضبط؟ اللعبة السياسية نتاعهم، معناتها لعبة سياسية قديمة نتاع انسان نتاع بلاد يفكروا قدم. انا نحن تطورنا برشا، راهو الشعب التونسي متطور متثقف. صحيح. لا لا، وصلهم اللي نحن متثقفين ورانا واعيين، راهو الشيء اللي حبوا هذا خبزة القاتو حبوا يقسموه كذا. ايوه. هذه ما عادش تتعدى علينا. لا مثلا شنو المظاهر نتاع الحاجات اللي مش عجبتك يعني في الاحزاب السياسية؟ قلت لي قبيله يجيكم حي التضامن وفما شكون يعطي 20 دينار يجيبوا يعطي الفلوس للعباد، يحبوا يعبوا القاعات. هذه لغه قديمه بيت ما عادش تاع هذه، يعطيني الافكار نتاعك. شكون انت كمواطن، انت شنو اللي شاهد عليه يعني؟ شنو شفت حاجات من نوع هذا بعينيك؟ ما يجيو القاعه مغطاه نتاع حي التضامن. شكون هذوما اللي جاوا عملوا هكا؟ لا ما نجمش نقول لك. الاسم نتاع الحزب ما تعرفش. العباد تارة معناتها انت كصحابي تنجم تعرف. لا لا طبعا ماني هاني لا نسال فيك، هذا بالطبيعه صعيب باش تعرف. هو تو الاحزاب الكل يقول لك لا ما عطيتش، مش صحيح. لا 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 يعطيه هو يعطيه. باهي، وانت توا والعباد تمشي غاديك، راه معناتها وراه لا باش تنتخب لا شيء، راه شو اسمه مشيت غاديك باش تاخذك ال 20 دينار. فهمت. وهذا ترى انت هذا ينسجم معناها مع الثوره اللي قامت واللي تعرف؟ اسكي يصير ما ينسجمش، انا قلت لك ديجا فما ماجوريتي نتاع الشباب ما حبش تقيد على الشيء هذا. فهمت. خاطر مع رجعنا ما عادش نمنوا، فهمتني؟ ما عادش صدق حتى واحد. ما عادش صدق حتى شيء، خاطر يعني بالنسبه ليك الممارسات هذيا نتاع الاحزاب كذا ماشي. اي يوريك ما تشجعش على انه واحد يتخمم بعقليه قديمه، معناها نحن نحبوا ننهضوا ببلادنا، نحبوا يعطيني افكارك شنو تحب تعمل انت في البلاد. تو انت في السياسيين والاحزاب شكون تسمع بهم؟ شكون برشا. شكون تسمع؟ حزب التكتل، حزب ديمقراطي التقدمي، حزب النهضه، حزب التحرير. برشا احزاب. وشكون هكا الحزب ولا السياسي اللي كي تسمعه يقنعك او يعجبك؟ لا اش باش نقول لك انا ما فماش واحد هكا تسمعه يعجبك يقول هذا كلامه معقول ممكن واحد يصوت له؟ ايه طبعا مشكلة، معناتها الناس الكل تعرف ما خرجوش هكا معناتها تلفز ولا يعملوا في اجتماعات وكذا، تبريسك تكون اجتماعات سرية مش معناتها للببليك مش العباد تعرف شنو، فهمتني؟ شوية في الموزايك ساعات يجي يحكي كل واحد كيفيه. فما انت فماش واحد هكا لفت انتباهك ملفت انتباه حتى واحد باش تركز معاه وتقول والله تبارك الله عليه. فهمت. تو انت مثلا سيخ خذ اجتماعات في القاعه المغطاه، نتذكر واك المره صار اجتماع الحزب العمال الشيوعي وفما شكون اي وما خلاوهش، انت حسب ما تعرف من ولاد الحومه وكذا. شنو اللي صار نهارك؟ السلفيين ضربوه؟ والله مش سلفيين بركة. شكون؟ لا مخلطة حتى من الشعب. وعلاش حسب رايك؟ خاطر هو واخدين عليه فكرة خايبة. وانت شنو فكرتك عليه معناها الحزب العمال الشيوعي؟ انا ما معناتها ما عنديش عليه فكره كبيره، جيس هو شنو عليه ضربوه غادي على الالحاد نتاعو. يعني انت تتصور للشيوعيين الكل ملحدين ولا ضد الدين؟ هي راهي هذه الفكره معناها اللي هي الفكره ماهيش مربوطه ببعضها، يعني خاطر اللي نعرف اللي هي ماهيش مربوطه ببعضها، كل حاجه في بلاصتها. ينجم يكون شيوعي ومسلم. اي فما موجود. باهي. ما نحبش نزيد نقلق، انت قاعد تسوق. انت حكيت قبيله قلت لي مثلا انت وضعيتك العائليه خمسه اخوات وانت يعني قصيت قرايه لانه اضطريت. اي وكنت في سفير في سنطره ما تعرف انت مع التكريل برا ومصروف وكذا. اخواتي الزوز اللي اصغر مني خلته في الفاك وبابا معناتها بريسك عامل يومي معناتها نجار ما فهمتك.
معناها مش تقليديا، نجاره تقليديه مش هكا راس مال وكذا معناها ما نجمتوش تقراو الكل، معناها تكمل اي خرجت انا عاونت تخرجوا ثلاثه ديجا بطاله هما عباره ما تخرجوش معناتها 33 اختي عمرها 32 بزاف كي عرفت معناتها الشيء اللي قام عليه الثوره. تصور انت بابا فرحان بينا وكذا الصغير توا عمره 20 سنه مازال مازال فرحة ببنيه برك. اي واليوم بعد الثوره بعد 14 جانفي شنو اللي تغير في وضعكم؟ شنو اللي تحسن؟ شنو اللي ما تحسنش؟ تغير شيء لا مش تغير شيء. باهي توا ثما قالوا وقت عملوا هذيك برنامج امل للمساعدات هذيك للناس انت خديت شي حاجه معناها؟ انا خديت شيء انا توا صايب بريس وليت تاكسيستي كاني لا قريت لا عديت الكل معناتها قرايه نسيت. فهمت. لا معناها ما ثماش حتى مساعدات اجتماعيه لعائلتكم بعد الثوره؟ ما طلبتوش انتوما؟ ما شكون هما عملوا برنامج امل للناس البطاله هذوكم يعاونوهم؟ نايم تاع 200 دينار هذيك 200 دينار نحن رانا نمشوا نخرج ونخدموا ما تقلقناش. فهمت. متربيين خويا نمشوا نطلعوا عرقنا نطلعوا فلوس معناها ما طلبتوهاش هذيك؟ ما طلبتوهاش ما طلبتوهاش 200 دينار شنو باش تعملوا يعني 200 دينار؟ فهمت. باهي انت يعني توا كمواطن تونسي من حي التضامن شنو تطلب مثلا من السياسيين؟ شنو طموحاتك؟ شنو تطلب منهم بالضبط؟ طموحاتي من السياسيين يفهمونا يفهموا الشعب شنو يحبوا تونس راه يحبوا تونس ويحبوا التوانسه تو الامور تمشي في طبيعتها راه نحن نعرفوا اللي هي ماهيش باش تتطور في عام وعامين وثلاثه اما حب انت تونس ما تحبش روحك حبوا اللي يوصل للسلطه ماهوش يحب روحه يحب الشعب ويحب تونس بالحق تتقدم تونس خاطر الشعب التونسي باهي راه ماهوش خايف. شكرا يعطيك الصحه. عايش.